السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا شباب؟ أتمنى كله بخير إن شاء الله. العالمين معكم أخوكم غامر ثروت في الفرقة الخامسة طب بنها. طيب النهاردة نشرح إن شاء الله محاضرة الأوستيو أرثرايتس، وأتمنى كده تكون محاضرة خفيفة لذيذة عليكم وتستمتعوا بيها، وإن شاء الله يكون شرحي وافي وكافي. طيب أول حاجة حاب بس أفكركم بإنكم تدعوا لزمايلنا اللي توفاهم الله في الفترة اللي فاتت خلال رحلة الطب. إن شاء الله ربنا يتغمدهم برحمته ويسكنهم الفردوس الاعلى من الجنه ويجمعنا بيهم على خير ان شاء الله. وكمان برضو، ودي حاجه مش مضطر افكركم بيها، انكم تكثفوا الدعاء لاهلنا واخواتنا في غزه اللي تحت القصف، حتى الان فيما تخطى شهر تحت القصف بدون ماء ولا طعام ولا اي شيء غير عون من الله عز وجل. ربنا ان شاء الله يتغمد شهدائهم ويتقبل شهدائهم ويكون عون لهم ويمدهم بجنود من عنده، ان شاء الله تعينهم على ما هم فيه. واحنا ما يعني ليس بيدنا غير الدعاء يعني، فاتمنى تكثفوا الدعاء لاهلنا في غزه ان شاء الله، يعني ربنا يكون معهم. طيب هنتكلم دلوقتي على الاوستيو ارثرايتس، تمام؟ وتعريف الاوستيو ارثرايتس هو ايه؟ بنقول ان هي ديجنريتيف جوينت ديزيز. دي نقطه مهمه، ديجنريتيف جوينت ديزيز، تمام؟ بيتميز الكاركترستكس بتاعته بريك داون في ارتيكولار كارتريج، وايه تاني؟ بيبقى فيه شويه بروفريتيف تشينجز في السراوندنج بون. يبقى هو بيقفل الكارتريج مينلي بريك داون اوف ارتيكولار كارتريج، وبيبقى فيه شويه بروفريتيف تشينجز في السراوندنج بون اللي هو حوالين الجوينت ده. طيب بيبقى فيه ساينوفال انفلاميشن، ساينوفال فلويد دوت اللي هو بيقفل الجوينت من جوه، تمام؟ لما تيجي تذبحه كده في العيد بتلاقوا في ماده لزجه كده بتنزل من الايه، من المفصل لما الجزار بيجي يذبح، فهو ده الساينوفال فلويد. ده بيبقى فيه انفلاميشن، ساينوفال انفلاميشن. طيب عايزين نعرف ان هو كرونيك ديسيز. الاوستيو ارثرايتس هو كرونيك ديسيز في الماسكولاسكيلت سيستم، مبقاش بيبقى فيه اي سيستماتيك او سيستميك انفولفمنت، هو بس كرونيك مبقاش فيه اي حاجه معاه يعني، تمام؟ طيب الاوستيو ارثرايتس هو بيبقى ريزلت اوف بوث ميكانيكال اند بيولوجيك ايفنتس، تمام؟ اللي بتعمل ايه بقى؟ بتديستابلايز النورمال كابلنج اوف ديجنريشن اند سينثيسيس اوف ارتيكولار كارتريج، تمام؟ العاملين دولت بيوقفوا بقى الايه، السينثيسيس بتاع الارتيكولار كارتريج والايه والساب كوندرال، تمام؟ يبقى لازم نعرف ان هي بقى في حاجه ميكانيكال، تمام، او حاجه بيولوجيك بيعملوا الاوستيو ارثرايتس. طيب النقطه بتاعه الابيديميولوجي هنتكلم يعني شويه معلومات بسيطه كده لازم نكون عارفينها، وان بيقول الاوستيو ارثرايتس هي الموست كومن جوينت ديزيز. هتسالك ايه اشهر جوينت ديزيز، اي مرض، ايه اشهر مرض بيجي في الجوينت؟ هتقول الاوستيو ارثرايتس، خلاص. طب الاوستيو ارثرايتس بتاعت الني جوينت بنلاقيها في 70% من البوبوليشن اللي اكتر من 70 سنه، تمام؟ يعني هتجيب اي واحد 70 سنه واكتر تلاقي لو عنده اوستيو ارثرايتس هتلاقيها في الني جوينت 70% منهم او اكتر، تمام؟ طيب بيقول لك ان الراديولوجيكال ايفيدنس بتاع الاوستيو ارثرايتس بنلاقيه في 90% من البوبوليشن. يعني لما تيجي تعمل بقى ايه، هنتكلم بعد كده على الانفستيجيشن، هتلاقي بقى طبعا ان 90% من الحالات بتتشخص ان شاء الله، وبتلاقي الايفيدنس بتاع الاوستيو ارثرايتس فيها يعني في 90% واكتر من البوبوليشن، اوكي. في بيحصل ليميتد فانكشن في المريض دوت، بيقول لك ان هي ممكن مثلا تعمل فانكشنال لوس، بتاثر على الاكتيفيتيز بتاعت الديلي ليفنج، النشاطات بقى بتاعت اليوم يعني. هي الموست امبورتنت كوز اوف ديسابيليتي ان اولد ايج، تمام؟ لو في مريض اولد ايج وهيجيله ديسابيليتي من حاجه، فاكتر حاجه هتجيله منها هي الاوستيو ارثرايتس. طبعا هي الميجر انديكيشن فور جوينت ريبليسمنت سيرجري، تمام؟ يعني اكتر حاجه بتوصل ان الانسان في الاخر او المريض في الاخر يعمل جوينت ريبليسمنت، تمام؟ طيب البرايمري اوستيو ارثرايتس احنا هنتكلم بس على الموضوع ايش ده في الاخر، خلينا ناخده في الـ تحت كده في الريسك فاكتورز يعني، تمام؟ طيب الكلاسيفيكيشن بقى عندنا برايمري اوستيو ارثرايتس وسكندري اوستيو ارثرايتس. الايتيولوجي في الاثنين انون، تمام؟ يعني ما نعرفش ايه الايتيولوجي لا في البرايمري ولا في السكندري. طيب ده كده شكل ال اللي على اليمين دوت شكل البرايمري جنراليزد اوستيو ارثرايتس، تمام؟ شكله عامل كده. طيب نتكلم على الريسك فاكتورز. بقول لك الاولدر ايج اوستيو ارثرايتس تيبيكالي يكور ان اولدر ادلتس، الناس اللي هم ايه تحت 40 سنه بيبقوا يعني ريلي اكسبيرينس اوستيو ارثرايتس، يعني بتيجي من 40 سنه ومفروض، تمام؟
زي ما كنا لسه بنقول على الصورة اللي فوق ديت. تمام طيب لما نيجي نتكلم على السكس بيقول لك ان الومن ار مور لايكلي تو ديفلوب اوستيوارثرايتس. تمام ومش واضح ليه السبب. الستات بيجي لهم اكتر يعني مور لايكلي انهم يجي لهم اوستيوارثرايتس عن الرجاله وبس. برضو بيقول لك ان السبب مش كلير ما نعرفش ليه. طيب بيحصل بون ديفورميتيز لك يعني سام بيبل ار بورن وذ مال فورم جوينتس تمام اور ديفكتيف كارتريج which can increase the risk of osteoarthritis. يعني الناس اللي عندها bone deformities, الناس المولودة بcongenital deformities في الجوينز أو حاجة مشاكل في الكارتج, دول يعني الـ risk of osteoarthritis بيزيد عندهم شوي. طيب بقول لك الـ joint والـ injuries, يعني injuries زي مثلا إيه لما تيجي تلعب مثلا رياضة أو حادثة أو أي حاجة, ده برضو بيزود الـ risk في للأوستيو أرثرايتس. تمام عفوا أوبيزيتي طبعا لما تكون أنت شايل بادي ويت أكتر كارينج مور بادي ويت فطبعا ده بيحط ستريس أكتر على الويت بيرنج جوينتس. تمام المفاصل اللي بتشيل وزن أكتر تمام زي مثلا الني مثلا على سبيل المثال يعني ده بيزود طبعا الريسك بتاع الأوستيو أرثرايتس. تمام بلك but obesity has also been linked to an increased risk of osteoarthritis in the hands as well. يعني بقولك طبعا احنا بنتكلم عن الني بيشيل اكتر وزن بقولك يعني لما يكون واحد اوبيز ان الني جوينت بيزيد فرصه شويه ان يجيله osteoarthritis طبعا لانه شايل وزن جامد. ولكن برضو قدروا يربطوا ان في increased risk للosteoarthritis في حته زي الايه زي الايد وكده برضو يعني مفيش مشكله في المفاصل بتاعت الايد. طيب في بعض الامراض الثانيه اللي ممكن تافكت البون والجوينت تمام اللي بتنكريز ريسك اوف اوستيوارثرايتس زي مثلا الجاوت والروماتويد ارثرايتس والباكت ديزيز. تمام ويعني ده كله بي بي بيزود الريسك للاوستيوارثرايتس وسيبتك ارثرايتس. طيب يا شباب نكمل هنتكلم دلوقتي بقى على السكندري اوستيوارثرايتس. تمام وده بيجي مثلا بعد تروما. اي جوينت ديس اوردر بيجي بعديه على طول. تمام في congenital hip dislocation تمام ده ممكن يعمل في الاوستيوارثرايتس في الهيب جوينت. تمام اي انفكشن بقى مثلا زي septic arthritis بروسيلا تيبي اي inflammatory زي rheumatic arthritis مثلا inflammatory disorder اي حاجه metabolic زي الجوت اي حاجه hematologic زي مثلا هيموفيليا ممكن diabetes يجي بعديه osteoarthritis. طيب الاوستيوارثرايتس ممكن تأفكت كل الجوينتس. طيب ايه السيمتومز بقى اللي بنشوفها يعني المعلومات لازم تعرف ان الاوستيوارثرايتس بتيجي في ممكن تيجي في يعني في كل الجوينتس. طب ايه السيمتومز اللي بتعرفنا ان دي اوستيوارثرايتس؟ بتلاقي في بين في الجوينت وقت ما بتيجي تستعمله انت مثلا بتحرك ايدك بتحرك الركبه بتحرك اي مفصل بتحس ان في بين فيها او بعد ما تعمل اي اكشن او اي حاجه بتلاقي في بين. تمام او ممكن بعد فتره من الراحه يعني انت مثلا ما بتستخدمش الجوينت ده بقالك كتير قاعد على الكرسي بقالك فتره ما بتحركش دراعك كتير اي جوينت انت ما فيش فيه اكتيفيتي فبتلاقي بعديه في ممكن بين لما تيجي تحركه بعديها. تمام او بعد فتره طويله من الراحه طيب بتلاقي في تندرنس على الجوينتس وانت مثلا بتعمل اي حاجه انت ماسك ايد واحد مثلا عنده اوستيوارثرايتس او انت ما تعرفش انه عنده اوستيوارثرايتس وماسك الايد ومثلا بتلعب في المفاصل بتحرك دراعه بتحرك اي حاجه فبتابلاي بريشر ضعيف على المفصل لقيت ان هو في تندرس ولا بيقول لك ابعد لا ده في وجع دي تشككك. تمام طيب في ستيفنس في الجوينت تمام ودي يعني بتلاحظها اكتر في لما كنا لسه صاحي مثلا من النوم. تمام لا في ستيفنس يعني ايه ستيفنس يعني ريجيديتي كده مش قادر تحرك المفصل انت بتحرك ايدك لا ده في صعوبه في الحركه لا المفصل ده انا كنت بحركه اسرع من كده واقوى من كده وفي تحكم اكتر لا بتلاقي في ستيفنس لا في ريجيديتي وخصوصا لما كنت لسه صاحي من النوم يعني او بعد فتره طويله من الانكتيفيتي زي ما قلنا. طيب في لوس اوف فليكسيبيليتي تمام ودي طبعا بتخلي الجوينت الحركه بتاعته والاستعمال بتاعه صعب انت مش قادر تتحرك المفصل فيه مفيش فليكسبيليتي وهنقول طبعا ليه يعني. تمام طيب في جرانتنج سنسيشن جرانتنج سنسيشن دوت اللي هو يعني انت مثلا بتحرك المفصل تمام بتلاقي عارف انت الحس اللي هو بتاع زي ما يكون طرقعه كده حاجه كده
جرانتنج سنسيشن اللي هو طرقعه مثلا في المفاصل كده وصعوبه في الحركه كده وانت بت ايه وانت بتستخدم المفصل. تمام، فانت تعرف ان في حاجه اسمها جرانتنج سنسيشن وانت بتستخدم الجوينت. طيب في حاجه في الراديولوجي بنشوفها اسمها بون سبيرز. بون سبيرز ديت اللي هي يعني مثلا بيقول لك ايه، بتبان اكنها هارد لامس، انت ممكن تحسها من بره الجلد. تمام، بس طبعا بتبان في الـ في الـ في الـ في الاكس راي، يعني بتبقى زي لامبس كده او بروجكشنز كده طالعه من جنب البون كده، وديت او بلاك ماي فورم اراوند ذا افكتد جوينت. تمام، بنشوفها في الاكس راي هوريها لكم دلوقتي ان شاء الله. طيب طبعا بتلاقي في سويلنج في سام كيسز، سويلنج في الايه في الجوينت يعني. تمام، في فرق، بتلاقي في سويلنج في الجوينت من بره وفي حاجه ثانيه هنلاقيها جوه في الاكس راي نشوفها، هتلاقي في سيست. تمام، فعايزين نفرق بينهم، هفهمكم دلوقتي. طيب نخش على اللي بعده. ايه هي اللابوراتوري فايندينجز في بتاعه الاوستيوارثرايتس؟ احنا بنقول لك ما بنلاقيش اي باثوجينوميك لابوراتوري فايندينجز في الاوستيوارثرايتس، ما بنلاقيش، بنلاقي حاجه كل حاجه في يعني within normal range. تمام، بنلاقي كل حاجه في يعني تقريبا normal. تمام، اللابوراتوري اناليسيس بنعمله بس عشان نعمل ديفرنشال دياجنوس. انا ممكن اكون شاك ان هي اوستيوارثرايتس وهي ممكن تكون حاجه تانية، فانا بس بعمل عشان لما الاقي في الحاجه عندي او كل اللابوراتوري اللي انا عاملها في within normal ranges نعرف ان دي اوستيوارثرايتس. لقينا بقى مثلا اي اختلافات او اي حاجه بتنديكيت حاجه تانية، فانا بنعملها بس عشان الديفرنشال دياجنوس. طيب الراديولوجيك فايندنجز بقى بنلاقي بقى ايه، ناروينج في الجوينت سبيس. هتيجي تشوف الاكس راي كده، هوريك صوره دلوقتي، هتلاقي ان النورمال جوينت بقى فيه مسافه كده بسبب الكارتريج، مسافه ما بين العظمه اللي فوق العظمه اللي تحت. تمام، لا هنا بتلاقي فيه ناروينج، الكارتريج متاكل، فبتلاقي ان السبيس قلت. تمام، او ديو تو لوس اوف كارتريج، ناروينج اوف جوينت سبيس ديو تو لوس اوف كارتريج. طيب بتلاقي حاجه اسمها اوستيوفايتس. تمام، الاوستيوفايتس ديت اللي احنا ايه اللي احنا قلنا عليها من شويه، اللي هي السبيرز ديت، اللي هي البروجكشنز اللي هوريها لكم شويه كمان شويه في الصوره. في حاجه اسمها سبكوندرال سكليروسس. تمام، وفي حاجه وفي بون سيست. تمام، هوريكم الاثنين دلوقتي. طيب نخش على الدياجنوسس. تمام، ديت اكس راي، دي برايمري اوستيوارثرايتس في الليفت ني. بص بقى، لاحظ الاوستيوفايتس هي اللي في الجنب، شايف انا مفيش حاجه هنا اشر بيها للاسف او اشاور لك بيها. تلاقي في بروجكشنز كده على اليمين، في زي صوره ماوس كده، سهم كده بيشاور، هي فوق وتحت كده في العظمتين الاثنين. تمام، في سب كوندرال سيست فورميشن، تلاقي في العظم كده زي سواد كده، والنورمال بيبقى ابيض كده. تمام، بس تلاقي في سواد كده وحاجه نفخه العظمه من جوه، فده السيست. تمام، وفي بقى طبعا ايه الانكريزد في السب كوندرال بون دنسيتي. تمام، طيب احنا كده هنقول الدياجنوز بتاع الاوستيوارثرايتس، تلاقي كلينيكال فايندنجز. تمام، جوينت بين، راديولوجيكال فايندنجز، والاوستيوفايتس هي طبعا دي اللي بتبان لك اكتر. تمام، طيب الراديولوجيك جريد او الجريدنج بتاع الاوستيوارثرايتس، في حاجه اسمها الكوليجرين لورنس كلاسيفيكيشن، ده اللي بيصنف الستيجز او المراحل او الجريدز بتاعت الاوستيوارثرايتس. اول حاجه نورمال، بيتلاقي مينيمال كارتريج لوس بحوالي 10% زي الرقم واحد دوت، مكتوب عليه داوتفول يعني، لا ده يعني مشكوك فيه انه ممكن يكون او ممكن ما يكونش اوستيوارثرايتس. طيب تاني واحده المايلد، ما في في شويه جوينت سبيس ناروينج. تمام، لان في لوس اوف كارتج، وبيبان على الكارتج كده شويه ايه بريك داون، يعني بيبان لك ان هنا بدا يبقى فيه اوستيوارثرايتس مايلد يعني. طيب مودريت بقى زيد بقى كده، يزيد شويه السبيس بتقل خالص زي ما انت شايف في الصوره كده، ممكن اقرب لك. تمام، هنا السبيس يعني نص نص، هنا قلت خالص، هنا السبيس كانت واسعه جدا في الاول في اللي هو رقم واحد دوت، لكن رقم اتنين قلت شويه ورقم تلاته قلت خالص. تمام، وطبعا الكراكس والبريك داونز في الكارتج بانت جدا. والرقم اللي هو جي 4، انت عندك جي 1 جي 2 لحد جي 4، جي 4 ده اللي هو السيفير بقى، طبعا زي ما انت شايف طبعا ما في بيبقاش فيه سبيس تقريبا. تمام، و 60% او اكتر من الكارتج اوريدي لوست. تمام، ده اسمه كوليجرين لورنس كلاسيفيكيشن، لان ده سؤال مهم، هو مش هسألك في التفاصيل ديت، بس ممكن يقول لك ايه هو الكلاسيفيكيشن اندكس اللي احنا ماشيين عليه في هنا يعني، او اللي هو ذكره لك في المحاضره ديت، هو الكوليجرين لورنس كلاسيفيكيشن. طيب الاوستيوارثرايتس اوف ني جوينتس، طيب بيقول لك مور كومن في الاوبيس فيميلز، يعني الاوبيس فيميلز هم اكتر ناس بيجي لهم اوستيوارثرايتس في الني جوينت، وبيجي للناس اللي هي اوفر 50 years. تمام،
في جوينت ستيفنس يعني اقل من 30 مينت بيكون حصل للمريض ده جوينت ستيفنس. في طبعا ميكانيكال بين وبيحرك الجوينت بتاعه بتلاقي في وجع. في الفيزيكال اكزامينشن بنلاقي بقى الايه الكريبتس ديت او اللي هي الايه اللي قلنا عليها اللهم صل على محمد اللهم ذكرني اللي هي الجرانتنج سنسيشن. تمام كنت راجع عشان افتكر. تمام معلش عفوا. بنلاقي الايه الكريبتس ديت او اللي هي الجرانتنج سنسيشن. تمام في الفيزيكال اكزامينشن احنا طبعا وصفنا ايه شكله عامل ازاي. وبتلاقي في تندرنس طبعا في الجوينت وانت بتحرك المفصل ده المريض بيشتكي في الاكزامينشن لاجل انا في وجع هنا. طبعا في رينج اوف موشن بيبقى فيه ليميتيشن شويه. انت بتحرك المفصل طبعا الكارتج حصل فيه لص العظم خاص بيعتبر هو اللي لامس في بعضه فهتيجي تحرك المفصل هيبقى فيه صعوبه جدا جدا. تمام فهيبقى فيه بينفول رينج اوف موشن وانت بتحرك المفصل فيه بين وفي فانكشنال ليميتيشن ما بقاش فيه زي الاول. تمام طبعا بيقول لك ليميتيشن اوف رينج اوف موشن ان ليتر ستيجز اوستيوارثرايتس. تمام طيب وطبعا قلنا اللابوراتوري اناليسيس ويذ النورمال ليميتس. طيب يا شباب دلوقتي هنتكلم على الاوستيو ارثرايتس في الهيب جوينت. عايزين نعرف ان هو هنا في الهيب جوينت غير الني الني كان الومن اكتر عرضه يعني مور كومن. هنا بقى الميلز مور كومن والاكتر من 40 سنه. طيب في جوينت ستيفنس برضو في بين في الهيب والجلوتيل والجرين ريجنز وده بيعمل راديشن للبين ده لحد الني تحت. طيب ميكانيكال بين طبعا وانت بتحرك المفصل في بين وطبعا في ليميتد ووكينج فانكشن. طيب هنتكلم على الهيب اوستيو ارثرايتس وهنتكلم على الفيزيكال اكزامينشن. في حاجه اسمها وانت بتعمل فيزيكال اكزامينشن في حاجه اسمها انتالجيك ليمبنج او الجيت. يعني انتالجيك جيت دوت اللي هو بتلاقي ان الليمبنج يعني بيعرج تحس المشي مش منتظمه. تمام حس ان المريض دوت داخل عليك مش ماشي عدل ما عنده تاكل في الغضاريف عنده الليم شورتنينج فعنده رجل اطول من الرجل فتلاقي بقى كل في كده عدم اتزان وعدم تناسق في جسمه كله. تلاقي في كتف اوطى من كتف شويه يعني بيتناسب بقى مع ايه مع الـ مع الـ مع الافكتد ليمب. يعني مثلا لو في الرجل اليمين تلاقي رجل اليمين هابطه شويه فتلاقي معاها ايه عدم اتزان في الكتف والجسم كله مش مظبوط داخل عليك كده ايه بي بي بيعرق كده. فده بنقول عليه انتالجيك ليمبنج تمام او جيت. يعني طبعا في ليميتيشن للرينج اوف موشن وفي طبعا لما تيجي تحرك في بين فور رينج اوف موشن وفي ليج لينث ديسكريبنسي مفيش تناسق زي ما قلنا في الطول بتاع الرجلين. تمام انا بتكلم على الهيب بقى. تمام فمفيش في الليج في ديسكريبنسي مفيش الطول مش متناسق. طبعا قلنا اللابوراتوري اناليسز في النورمال ليميتس. تمام وده شكل الايد بقى زي ما قلنا قبل كده ورنا قبل كده والاكس راي في الهيب. هنا مثلا بيقول لك ايه الصوره اللي فوق اللي هي الزرقاء ديت في سمولر جوينت سبيس طبعا بتقل السبيس زي ما قلنا في كارتج مفقود لوس وفي البوني سبيرز تحتات اللي هي البروز نوتات اللي هي البروجكشنز دي. اوكي طيب الايتيو pathogenesis of osteoarthritis يعني الموضوع بيمشي ازاي. تمام طبعا بيبقى في dysfunction في الجوينت كارتج مفيش الكارتج بقى يبدا يتاكل ويبوظ وكده. الكوندروسايت فانكشن بتلاقي بقى في ايه ديجريتيف انزيمز حاجه اسمها ميتالو بروتيسز دي طبعا بتبدا تاكل في الكارتج وتدمر فيه. طيب في انهبيتورز تمام بتوقف تعمل ديجنريشن والريجنريشن فانكشن بتلاقيهم قد بعض بلان بالانس فتلاقي الموضوع واقف في انهبت في انهبيشن في انهبيشن في الموضوع الديجنريشن خلاص بقى قد الريجنريشن فالموضوع في ستابيليتي. تمام في انهبيشن في الموضوع. تمام في لما يكون بقى في ديجريتيف انزيم زائد ساين اوف انفلاميشن ده بيؤدي بقى للبريك داون اوف كارتج. الموضوع بيمشي بالطريقه ديت كده في ديجريتيف انزيمز وفي ساين اوف انفلاميشن. انت عايز ايه اللي يحصل ده في معجنه جوه في حرب جوه فتلاقي طبعا الكارتريج بيحصل له بريك داون بيتكسر وبيتاكل زي ما متوضح في الايه في الصور كده. تمام ده كلام بسيط. خش بقى على التريتمنت. اول حاجه بنعمل سيمتوماتيك تريتمنت وبنعمل ستراكشر موديفاينج تريتمنت. تمام يعني خطه علاجيه. تمام يعني بعالج الاول السيمتومز وبنعمل خطه علاجيه كده وبنعمل سيرجيكال تريتمنت. طيب ايه البرايمري بريفنشن ازاي نمنع الاوستيوارثرايتس؟ طبعا ده في ريجولار اكسرسايز
دايما تمرن المفاصل بتاعتك وتحرك جسمك بشكل كويس عشان ما يحصلش ايه استيفنس في المفاصل، وده يؤدي في الاخر لأوستيوأرثرايتس. ويت كنترول طبعا، الناس الاوبيز قلنا احنا وضحنا قبل كده ان الاوبيز عندهم هاي ريسك للأوستيوأرثرايتس اكتر من الناس الاوفر ويت، واكتر من الناس اللي هي النورمال يعني 20-25 وازيد في الايه في الاوبيز يعني 20 نورمال عندهم ريسك فاكتور للأوستيوأرثرايتس، و25 ناس الاوفر ويت واكتر من كده في الناس اللي هي الاوبيز. وطبعا نحاول يعني بقدر الامكان ان احنا نبعد عن التروما، ان في تروما تيجي في المفصل تاخد بالك دايما ان التروما برضو هي من الريسك فاكتورز للايه لحاجه زي مثلا السكندري أوستيوأرثرايتس. طيب الايم اوف تريتمنت، اول حاجه ان احنا نعمل بين ريليف، لان المريض ده عايش في الم في ذل، تمام؟ معلش عذر الصوت اللي جنبي ده، انا مش قادر اتحكم فيه، في دوشه جنبي كده انا عمال اتنقل في المنزل بحيث ابعد عنها، بس برضو واصله يعني، تمام؟ فانا اسف. الايم معلش تاني نركز، الايم اوف تريتمنت ان احنا اول حاجه بين ريليف، المريض ده بيعاني من الم دايما ومش مرتاح، فاحنا بين ريليف، تمام؟ يعني في انالجيسكس معانا هنتكلم عنها دلوقتي، وبريفنشن او بريزرفيشن انا اسف، وريستوريشن للجوينت فانكشن. احنا طبعا عايزين بقى المفصل يرجع يشتغل تاني، مش بس هنخفف عنه الالم ونسيبه، لا انا عايزه بقى يبدا يستخدم ايده تاني، والجوينت يرجع يبني كارتريج تاني ويشتغل والدنيا تبقى تمام، تمام؟ وطبعا هنعلم بقى الايه المريض دوت ازاي يحافظ على الـ على الـ على الجوينت، وازاي يعمل بريفنشن والكلام ده كله، تمام؟ طيب هنتكلم بقى على النون دراج تريتمنت الاول. اول حاجه ويت لوس، تمام؟ احنا قلنا النورمال ويت بيبل عندهم 20% ريسك فاكتور في هيب أوستيوأرثرايتس، تمام؟ الناس الطبيعيه في الوزن بتاعها وزنها طبيعي 100 عندهم 20% ريسك انهم يجيلهم هيب أوستيوأرثرايتس. طب الناس الاوفر ويت عندهم 25% ريسك، وناس الاوبيز 39% ريسك، تمام؟ يبقى احنا لازم نعمل ويت لوس، تمام؟ لازم نقلل في وزننا عشان نظبط الدنيا وان الريسك يبدا يقل عندنا. طيب نعمل في حاجه اسمها ووتر اكسرسايز بروجرامز، دي بتاع الناس الايه الرايقه يعني، بيروح مثلا البول ويعملوا اكسرسايز كده، مش عارف هو انا مش عارف انا فاهمها كده صح ولا ايه، بس ده اللي قدرت يعني اجمعه، تمام؟ ان يعني ده بيساعد في الاستريس وبيساعد في مش عارف ايه كده يعني شويه امور كده، تمام؟ في حاجه اسمها ووتر اكسرسايز بروجرام يعرفها خلاص. بنعمل بقى طبعا فيزيكال ثيرابي وبنظبط فيه رينج اوف موشن، وبنعمل سترينثنج اكسرسايز، تمام؟ حاجات يعني انتوا بقى عارفينها اكتر ان شاء الله، يعني حاجه يساعد في الطول بتاع الـ بتاع تاني بعد الايه بعد ما يبدا ياخد علاج طبعا يعني، تمام؟ هو طبعا بعد ما يبدا في العلاج في الدرج نبدا بقى نظبط رينج اوف موشن ونعمل سترينثنج اكسرسايز وحاجات من دي، تمام؟ حاجه اسمها اوكيوبيشنال ثيرابي، ودي بقى بتبقى عن طريق اسيستيف ديفايسز وجوينت بروتكشن وكده. وطبعا لازم نعمل بيشنت اديوكيشن زي ما قلت، لازم نعلم المريض ده ونعرفه يتعامل ازاي في الحاجات ديت، تمام؟ نخش بقى على الفارماكولوجيك مانجمنت اوف أوستيوأرثرايتس. هندي نون اوبيويد انالجيسكس واوبيويد انالجيسكس، تمام؟ هندي توبيكال ايجنتس حاجات من بره هنتكلم عنها بالتفصيل دلوقتي، وهندي انتر ارتيكولار ايجنتس حاجات هنحقن في الجوينت حاجات، تمام؟ وهندي طبعا نون ستيرويدال انتاسيدز، وهيبقى في حاجه اسمها انكونفشنال ثيرابيز، دي حاجات يعني ايه مش متعرف عليها قوي بس هي بيستخدموها في الأوستيوأرثرايتس مانجمنت، تمام؟ يبقى نون اوبيويد واوبيويد توبيكال ايجنتس وانتر ارتيكولار ايجنتس ونون ستيرويدال انتاسيدز وانكونفشنال ثيرابيز. طيب نخش على بعد، نتكلم على التوبيكال ايجنتس فور انالجيزيا او انالجيسكس ان أوستيوأرثرايتس. توبيكال يعني من بره، تمام؟ حاجه توبيكال يعني، فبنعمل لوكال كولد اور هيت يعني هوت باكس وهيدروثيرابي، تمام؟ يعني ايه سواء بالكمادات سخنه او باكس سخنه، تمام؟ او هيدروثيرابي، تمام؟ في حاجه اسمها كابسايسين، الكابسايسين ده ماده كده يعني بتبقى انالجيسك يعني، تمام؟ فبيقول لك ايه كابسايسين كونتيننج توبيكلز، تمام؟ ديت يعني ويل سبورتد باي ايفيدنس، معروف ان هي يعني يعني انالجيسك كويس، وبنستخدمها ديلي لمده اسبوعين عشان نبدا نحس بالبين ريليف يعني. يقول لك ان هي يوز ديلي فور اب تو 2 ويكس بيفور بينفيت. بيقول لك الكومبلينس بور وداوت فول انستراكشن، يعني لازم الدكتور يبقى معرفك انك تمشي ازاي على الموضوع ده عشان الكومبلينس الناس طبعا الدكتور مش بقى معرفها انستراكشن كويسه ومعرفها ازاي تمشي كويس على البريسكريبشن بيبقى عنده بور كومبلينس يعني، تمام؟ وطبعا الماده دي بتبقى موجوده تقريبا يعني على حد علمي موجوده في الشطه وفي التشيلي والايليا تشيلي والحاجات ديت يعني، فهي بيقول لك افويد كونتاكت وذ اي يعني لانها بتحرق وكده، تمام؟
وطبعا في حاجة اسمها لينمنس، تمام، وديت ميثال سالسليت بنستخدمها برضو. وطبعا بقول لك ان عامة التوبيكال ايجنسيات بتبقى تمبرري بنفيت، يعني طبعا هي الالجيسك طبعا لازم تاخد علاج او تخش في سيرجري او ايا يكن يعني، تمام. احنا عندنا كان الكابسايسين كونتينينج توبيكالز واللينمنس، وديت اللي هي الميثايل سالسليتس، تمام. طيب بسم الله، معلش، عفوا. طيب نتكلم بقى على الانترا ارتيكولار ثيرابي. الانترا ارتيكولار سترويدز طبعا بنحقن السترويد جوه في الجوينت، تمام، عن طريق نيدل كده وقصه يعني. فده بيقول لك ده جود بين ريليف، تمام، وده يعني بيستخدم غالبا في النيز، تمام، وبيقعد حوالي مثلا 3 شهور ولا حاجه او 2 3 مانس، تمام. الفريكوينت انجكشنز ده بيعلي حاجتين، بيبوظ حاجتين. طبعا انتوا عارفين الاسترويدز حاجه خطيره جدا جدا ومستخدمه بحرص جدا، يعني خطيره. فانت عندك الريسك في انفكشن بيزيد مع الفريكوينت انجكشن بتاع الاسترويدز، وطبعا بتبهدل السكر، تمام، ممكن تجيب لوحه سكر، تمام، او الناس عندها دايبيتس عموما بتعك اكتر يعني. فلازم ناخد بالنا جدا ايه من الموضوع ده. الهايلورينيت انجكشن، تمام، ده سيمتوماتيك ريليف وبيمبروف الفانكشن، وطبعا يعني بنحتاج ان احنا ايه نحقنه كتير يعني، وطبعا غالي جدا. وطبعا كمان من الحاجات المش مميزه فيه ان هو ليميتد للني بس، تمام، وطبعا برضه ما فيش ايفيدنس للونج تيرم بنفيت، فده يعني ايه حاجه كده اي كلام. طيب انا بس نوقف لحد الاذان وبعدين نكمل ان شاء الله. طيب يا شباب نستكمل الجزء بقى بتاع السيرجري، تمام. في حاجه اسمها اوتولوجس كوندروسايت امبلانتيشن. طيب دي اول حاجه معانا، يعني ايه، انا هوضح لكم المعاني كده سريعا، يعني مش مكتوبه عندكم في الكتاب بس يعني ايه هنوضح الدنيا عشان تبقى فاهم الجمله اللي انت بتقراها يعني، تمام. فايه معناها الجمله ديت او ايه معناها النوع ده من السيرجري؟ يعني هو بيجيب كوندروسايتس، تمام، وبعدين يعمل لها ايه مالتيبليكيشن بره في معمل، وبعدين يرجع يحقنها تاني في المكان اللي فيه ايه ديفكت او في الجوينت اللي فيه ديفكت. باختصار كده دي المعلومه انت عايز تعرفها، تمام. حاجه تانية اسمها مايكرو فراكشر سيرجري، هو عشان يظبط الكارتليج ويصلح العمليه ديت، فبيعمل مايكرو فراكشرز في الاندرلاينج بون، بيجي في البون اللي تحت مثلا تحت الكارتليج ده بيعمل فيه مايكرو فراكشرز، ده بيقول لك بيحسن شويه الوضع، تمام. حاجه اسمها ارثروسكوبيك سيرجري، زي ما شايف الصوره كده اللي باينه قدامك ده، بيخش زي بتيوب كده ولا حاجه، بيبدا بقى ده ايه ده منها اكسبلوريشن ومنها تريتمنت في نفس الوقت، تمام. اوستيوتومي طبعا ده اللي هو بيشيل بقى، يعني ده شغل سيرجري بقى، ده بايه بيشيل في العظمه اللي هي مش نافعه دي خالص، تمام. طيب لمب لينثنينج ده طبعا بايه، يعني اقولها لك ازاي، عن طريق بروسيس معينه كده او بطريقه معينه بيقص في العظم ويفصله عن بعضه، بيوصلهم بطريقه معينه بانترنال فيكسيشن او اي نكون الطريقه، وبعدين الحته اللي في النص ديت بتبدا تعمل بون تاني من اول جديد، فكده زود حته في العظم فحصل ايه، فحصل طول، تمام. كنت عايز اجيب لكم صوره بس بصراحه نسيت يعني، وبعتذر عن كده جدا، تمام. طيب ارثروديسيس، العمليه ديت معناها ايه؟ معناها ان مثلا هو بيلحم عظمتين في بعض، تمام، بطريقه معينه علشان خاطر يبقوا عظمه واحده كبيره جامده، تمام، دي معنى ارثروديسيس، تمام. طبعا جوينت ريبليسمنت طبعا بيكون ده في الاند ستيجز، مفقود الامل في الجوينت، مش عارف يعمل له اي مشكله، بيحقن له، بيصلح، بيعمل مايكرو فراكشر بايا كانت المشكله، هو مش عارف يحلها، فبيعمل جوينت ريبليسمنت ويحط جوينت جديد. طيب بيقول لك الاوستيوتومي بتقول لك هي ديت كويسه، مي ديلي النيد فور توتال ني ريبليسمنت حوالي مثلا سنتين او ثلاثه، يعني اللي بيعمل اوستيوتومي ده يعني بيساعد شويه ان هو بيأخر، لو واحد كان المفروض يعمل توتال ني ريبليسمنت لا بيأخرها شويه، بيظبط الدنيا، بيساعده دلوقت لمده سنتين او ثلاثه، يعني حاجه كويسه. طيب التوتال جوينت ريبليسمنت ده بنعمله بنلجأ له يعني في حالات الايه بقى، خلاص البين سيفير وال خلاص مفيش فانكشن، الفانكشن سيجنيفيكنتلي ليميتد، يعني خلاص ما بقاش في فانكشن وسيفير بين ومفيش اي حلول زي ما قلنا في الموضوع ده. طبعا ديفورميتي كوليكشن في الصوره اللي عندك ديت بانترنال فيكسيشن، واي في ديفورميتي بيصلح دي صوره محطوطه كده، وده التوتال نير بليسمنت اللي في الصوره عندك على الشمال دوت، انت شايف في سكروز وفيكسيت وحاجات من ديت ومركب حاجات اللي هي بتلمع ديت، بتبقى مواد يعني ايه بتتحط بدل الايه بدل الجوينت، وده التوتال هيب اللي على الشمال ده برضو في حاجه منوره جامد، هي ديت الايه الحاجات اتحطت بدل الجوينت،
وديت الارثروديسز زي ما انت شايف، هو بيلحم العظمتين في بعض عشان خاطر يعمل عظمة واحدة جامدة تستحمل. طيب كده المحاضرة بتاعتنا الحمد لله انتهت يعني، وبشكركم جزيلا على الاستماع، واتمنى يعني اكون كنت مفيد وساعدتكم شوية في فهم المحاضرة. هي بسيطة ومش محتاج يعني، ولكن أتمنى أكون يعني خففت عنكم شوية ووضحت بعض المصطلحات على قد علمي وعلى قد علم ربنا سبحانه وتعالى وهبه لينا يعني. وأخيرا وليس أخيرا، إن شاء الله نشوفكم دايما على خير، وأتمنى تاني يعني ما تنسوش أهلنا في غزة من دعائكم رجاء يعني، لأنهم إحنا أطباء وكل حاجة وحابين نساعد، ولكن إحنا ما فيش في إيدنا أي حاجة. إحنا دلوقتي ما علينا غير الدعاء بس، وتضرع لله عز وجل في الدعاء، وربنا يكون معاهم. شكرا جزيلا يا شباب، ودمتم موفقين، والسلام عليكم ورحمة الله.